جلهم راهم يعانون من الارهاق. عواج في هذه الكره في سامي المراوغات يرتكب عليه الخطا. عواج يتحصل على المخالفه لصالح فريق المولوديه، لكن المخالفه تبقى بعيده تماما عن اطار مرمى. بينما هذه الصور ألعاب نارية من جانب شباب الوزداد تلقى على الجهة الخاصة بمولودية الجزائر، فوضى على المتابعين في الأسف الشديد نارية. هذا ما يفسد الأجواء العامة لمباراة كرة القدم والتي كانت غاية في الجمال والروعة والنقاء وحتى الروح الرياضية. العرس كان مولودية الجزائر يرمون هذه الشماريخ على جانب من أنصار الشباب. وعنوان الجولة الأولى هو نعم للروح الرياضية، لكن للأسف صور يعني ولا مبرر يسمح بوجودها. لا ينضم مسعود، طالما أن مسؤولية التنظيم لا تكون 100% على الفريق، يبقى دائما هذا النوع من التصرفات. هذه إشكالية أخرى تضاف لإشكاليات